بانتظار بلغة هذا. إذن سيداتي أنساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الثاني للخيل العربية رسيلة مبتدئة عمر 3 سنوات مسافة 1400 متر اي دي اس العريق الهيدروجين الجنود فواز الشجاعة فرج جيرة اسكندر ذياب الشجاعة وناس زاكو اي دي اس جمرة اي دي اس رايا والغزلة هبايب جوريا وتكساس انطلاقة قوية مع الجودة رقم 2 الهيدروجين لسيد منصوب بن مسفر الشهواني على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة خطف الصدارة من قبل الجودة رقم 14 جوريا لسادة مربط إنجاز جي بي جامبر على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة الجوادة رقم 9 زاكو لسادة مربط الجسر محمد الأحمد تيجوشي على ثاني المراكز ثالثا محاولة مع الجوادة رقم 12 الغزلة لسيد مبارك بن سيد النعيمي جيرالدا فرانشا على ثالث المراكز وأيضا محاولة الجوادة رقم 6 جودي اسكندر لسادة مربط الجسر محمد خالد الأحمد جون باتيستي هامل على رابع المراكز ومحاولة الجوادة رقم 3 الجنود لسادة مربط إنجاز حفيد دوباكا المدرب جاسم الغزالي هاري بنتلي إذا عود إلى الصدارة وعود إلى المركز الأول مع الجودة رقم 14 جورية لسادة شا مربط إنجاز وجاسم الغزالي جي بي جامبر على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة الجوادة رقم 3 الجنود لسادة مربط إنجاز جاسم الغزالي هاري بنتلي الآن على ذلك المراكز الخط المستقيم باتجاه خط الصدارة والمركز الأول مع الجودة رقم 14 الجورية لسادة مربط إنجاز جاسم الغزالي على الصدارة وعلى المركز الأول محاولة هاري بنتلي من الخارج هاري بنتلي ومربط إنجاز الجنود حفيد دوباك الآن من الخارج قادم إذا هاري بنتلي وجاسم الغزالي ومحاولة الجوادة رقم 10 إي دي اس جمرة الآن إي دي اس جمرة وحفيد دوباك الجوادة رقم 3 الجنود لكن الصدارة والمركز الأول مع الجوادة إي دي اس جمرة إذا السادة مربط الجريان هادي الرمزاني توماس لوكس يخطف هذا الشوطة ويخطف المركز الأول هيس البحر إذا الصدارة والمركز الأول مع هيس جمره